السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني الابتدائي. بنستكمل شرح سلسلة منهج كنكت برايمري 2 ستيرنس بوك تيرم 1 الترم الأولاني، وبنستكمل يونت 4 الوحدة الرابعة. النهاردة معدنا مع بارت 3 الجزء الثالث من الوحدة الرابعة. شرحنا بارت 1 في فيديو، بارت 2 الجزء الثاني في فيديو، النهاردة معدنا مع بارت 3 الجزء التالت. open your book، افتح كتابك، page 57 صفحة 57. يلا يا بطل عشان نبدأ مع بعض. connect with math، connect النهاردة مركزة في البيج مع الماث. learn to count، هيا نتعلم نعد ونحسب. with busy bee، مع النحلة النشيطة. نفس كلنا نبقى النحلة النشيطة دي، ما نبقاش كسلانين. listen، استمع. read، اقرأ. and trace، تتبع بالقلم الرصاص. يلا نقرأ يا بطل. 10 T-E-N 20 T-W-E-N-T-Y 30 T-H-I-R-T-Y 40 F-O-R-T-Y 50، ما تقولهاش 50، ده خطأ. 50 F-I-F-T-Y 60 S-I-X-T-Y 70 S-E-V-E-N-T-Y 80 G-L-H silent E-I-G-H-T-Y 90 N-I-N-E-T-Y 100 1 O-N-E 100 H-U-N-D-R-E-D. Okay؟ يلا trace، تتبع بالقلم الرصاص. امشي على 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. Okay. Number 2 complete، اكمل. then say، تعالوا يلا نحسب كده في الماث مع بعض. شاطرين في الحساب ولا ايه ولا لسه؟ اجهز كده يلا. Number 1 10 plus 10 10 و 10 10 زائد 10 equals بتساوي 20. ممكن نقولها equals، ممكن نقولها is. طيب نمبر 2 اللي قصادها مش تحتها، 50 minus ناقص 40 equals 10. برافو، write 10، اكتب 10. نمبر 3 20 minus 10 equals okay 10، the same result، نفس النتيجة. 10 اكتب 10، 10. نمبر 4 جنبها 60 plus زائد 10 equals 70. برافو. نمبر 5 30 plus 20 is 50. very good، excellent، ممتازين. نمبر 6 90 minus 10 is 80. برافو عليك، ممتازين. طبعا هنا بنحلها وبنكتبها بقى زي زمايلنا كده. ايوه، خلي بالك من اللي جايه. 10 plus 10 is 20، يعني المسائل دي في كراسه النوت بوك هتتكتب عشان تثبت الارقام معانا. 50 المساله الثانيه minus 40 is 10. انت بقى كل الاربع مسائل التانيين انت هتكتبهم عندك. يبقى الكنكت ويز ماس هنا في الصفحه دي مركزه على 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. اوكي، نيكست بيج، الصفحه التاليه. connect with science، منهج connect هنا مركز على العلوم. exercise is healthy، التدريبات بتكون صحيه. لازم طبعا ما تبقاش كسول، تقوم النوم بعد الظهر في الاجازه وتسهر بالليل لبعد الساعه 12 والفجر، ده كده خطا. وفي عندنا طبعا healthy food، طعام صحي، وunhealthy food، وطعام غير صحي. عارفين النهارده او في الصفحه دي هقول لكم حاجات هتزعلوا منها جدا، اسمع كده وهتعرف. healthy things are good for your body، الاشياء الصحيه جيده جدا عشان جسمك. check yes، اعمل علامة يس صح. the healthy things، تعال نمبر 1 كده بس بقى ما تزعلش. chocolate unhealthy، no مش صحية خالص. chocolate شوكولاتة.
نمبر 2 سويمين سباحة، يس. طيب رانين الجري، يس. نمبر 4 واتش تي في، اوه نو 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 نو. نمبر 5 بلاي تنس، يس. نمبر 6 معلش بقى هتزعل مني، ايس كريم، نو ان هيلثي غير صحي. نمبر 7 بلاي فوتبول، يس. نمبر 8 بلاي فيديو جيمز، نو ان هيلثي ده غير صحي، الاشياء دي غير صحيه. ايوه ما انا عارف ان انت بتحبها بس خطأ، ما تعملهاش. اوكي تعال في الاكسرسايز التاني، listen and complete، استمع واكمل. healthy صحي، runs بيجري، plays يلعب، drinks يشرب، eats يأكل. بعد ما هنحلها وتسمعها ونكملها، read to your partner هتقرأها لصاحبك ولزميلك. هاتم is healthy، هاتم ده صحي، healthy أول كلمة، underline ضع تحتها خط واكتبها. he runs تاني كلمة في تاني نقط برضه، he runs بيجري. السطر التاني he tennis بيلعب، plays tennis بيلعب التنس. he drinks water هو بيشرب مية. he doesn't watch too much TV بتفرجش على التلفزيون كتير، برافو عليه. he eats بيأكل healthy food. لو لاحظت عندنا runs plays drinks eats كل الافعال الفيربس دي اخرها اس، طبعا عندنا البريزنت سيمبل المضارع البسيط انا شارحه في كورس الجرامر، عندك عامل كورس جرامر في قائمه تشغيل المضارع البسيط. المضارع البسيط لو بدات الجمله ما عندك اي وي يو ذي تاخد مصدر بس بدون اس، هي شي ات مصدر زائد اس. شفت بقى سهله جدا ازاي؟ اوكي الصفحه دي كانت مركزه على الساينس، كونكت وذ ساينس العلوم، وكانت مركزه على الهيلثي ثينجز الاشياء الصحيه، ار جود فور يور بودي بتكون جيده لايه؟ لجسمك. تمام تعال عشان نيكست بيج، الصفحه اللي جايه هي بيج 59 فيها لعبه جميله جدا. Play the game with your friends. العب اللعبة دي مع أصدقائك. Start البداية فوق، end والنهاية. يعني هنلعبها ازاي يا مستر؟ يعني هتقعد مع أصدقائك، تمام؟ وكل واحد هيسأل ال 20 سؤال دول لصاحبه. وكل واحد هيشوف هو هيأجب على كام سؤال فيهم. طبعًا من غير ما تترجمها له بالعربيك، إنجلش. تمام؟ وهو هيرد عليك. السؤال اللي رد عليك تكتب نقطة، ما ردش تعمل إكس. وتجمعه في الاخر بعد ما تتبادلوا الادوار وتشوف اكتر واحد يبقى هو ايه اللي فاز. اول واحده في الستارت نمبر 1 تاتش يور نوز، المس انفك. طبعا انت ما بتقولوش تاتش يور نوز، عملها؟ يس. ما عملهاش؟ نو. ما بياخدش بوينت، ما بياخدش نقطه فيها. نمبر 2 سي هالو، قول هالو. 3 كان يو بلاي تنس، هو طبعا لو فاهم السؤال هيقول لك ايه؟ يس اي كان او نو اي كانت. تاتش يور ماوث، المس فمك. طبعا زميلتك وهي معاكي لمست فمها تبقى فاهمه، مش ما لمستش ما تديلهاش بوينت، ما تديلهاش نقطه. نمبر 5 وات از 8 بلس 5 جمع 5 و 8 جمعت. اوكي ما جمعتش على طول، ما تديش. درا دوج، ارسم كلب، كلب او درا دوج. تاتش يور بنسل، المس قلمك الرصاص. سي فيش، قول كلمه فيش. نمبر 9 What color are your shoes؟ ما لون الشوز بتاعك؟ 10 What's your dad's name؟ اسم والدك ايه؟ 11 Can you play football؟ هل تستطيع ان تلعب كرة القدم؟ 12 Stand up، اقفي. ما وقفتش على طول، ما تاخدش نقطة. 13 Say beach، قول كلمة beach شاطئ. 14 What is 6 plus 9؟ 15 Touch your leg، المس رجلك. 16 say 20، قول رقم 20. Number 17 draw a cat، ارسم قطة. Number 18 can you jump، هل تستطيع أن تقفز. 19 what is 7 plus 4. 20 آخر حاجة say goodbye، قول goodbye
اند النهاية. وبعدين اتس يور تيرن، دورك، ثانك يو. جميلة اللعبة، لازم تسأل زميلك سؤال وإجابة. دي على فكرة فيها كل المنهج اللي أنت واخده، بس عن طريق لعبة بقى ذكية كده وقت البلاي تايم عشان تنمي مهارات عندك. والسؤال اللي أنت ما أنتش عارفه هتبدأ إيه؟ تركز عليه وتراجعه مرة واثنين وثلاثة وتتفرج على الفيديوز لغاية ما تحفظها بإذن الله تعالى. كده يكون وصلنا لبارت 3 في يونت 4. سي يو، أشوفكم إن بارت 4 في يونت 4 اللي كانت بعنوان Time to play sports. Bye bye.